سلام، البخار ده أكنه كده بيغسل البني آدم من بره ومن جوه، يعني أكنك أو كأنك بتتولد من جديد، خصوصا لما يبقى في يوم زي ده كده، يوم بتستقبل فيه دنيا الحلال، زوجة صالحة، الحياة الهادية بقى، راحة البال والطمأنينة والسكينة. يا عم حافظ، تحس كده أكنك خاشش دنيا. ده على أساس إنك أول مرة تخش دنيا. إيه الدفوية دي؟ ليه كده؟ يا عم حافظ، كل اللي فات حمادة، إنما اللي جاي بقى حمادة تاني خالص. التوبة وجبت. يا ما أنت كريم يا رب. التوبة وجبت، والقلب، القلب نضف خلاص، والجتة خلعت توب الحرام. يا سلام يا سلام. خلاص يا عم حافظ، احنا من النهاردة يمين يمين يمين. أفلح إن صدق. تباً تباً لك هاك من ذاك. وهل تجوز التوبة في السونة؟ ولم لا؟ لم لا؟ لأنك ملبوس. والله يا عم حافظ بقى، ما تقفلهاش في وشي، ما تقفلهاش في وشي بقى. ده أنا ما صدقت أبواب السما كانت مفتوحة لما تين اختي على تدعي في الحرم وانا واقف وراها. يا الرجل اخيرا عرفت سكه اليمين. انت ايش عرفك ان ابواب السماء كانت مفتوحه؟ ما انت حجت 3 مرات ورجعت شمال. والله عندك حق يا عم. انت عمي عمي، يعني المفروض تشجعني مش تحبطني. عمي اضحك عليك اخدعك. ما تغلطش يا ابني، خليك في طريقك يا عم. انت متصرف، تقول لك تبنى يا الله خلاص. قالوا للحرام احلف والمصحف تبنى يا الله. والله العظيم تبت يا الله. ابصمها لك اكتبها لك. تبنى الى الله القبطان. في ايه؟ لا مش بيصدق. لا حول ولا قوة الا بالله. شيطان. كويس قوي يا مستر معتصم، هايل. بالمناسبة السمنة اللي انتوا بتطبخوا بيها، قصدي يعني بتعملوا بيها البوفيه، سمنة ايه؟ السمنة اللي بنستعملها عادة في الأوتيل يعني؟ لا لا، عادة دي أنا ما بحبهاش خالص. لا لا، أنا بحب كده السمنة تبقى بلدي، زبدة، يعني حاجة كده الناس وهي بتاكل تستطعم كده وتقول الله. مش كنا جبنا لهم زبدة من اللي عندنا في البيت؟ عندنا إيه بس؟ عندنا إيه؟ اسكتي أنت، بدل ما يشوفوك ياخدوك يسيحوك يعملوا بوك البوفيه. وبالنسبة كمان يا مستر معتصم للإضاءة الكتيرة والحاجات الكتير، لا بص شوف، أنا عايزة الإضاءة تبقى على العريس بس، يعني مش شرط العروسه، ممكن تظلم العروسه خالص. انا عايزه كده العريس يطلع كده منور كده وخلاص، يعني كله يبقى هادي ما عدا الكوشه بس، يعني هي اللي تبقى منوره. لا اله الا الله، ما تخليها تلعلع كده يا ستي وتزقطط، ده فرح الغالي. تلعلع ايه؟ تلعلع ايه؟ وفرح العمده ولا فرح البلدي؟ ها بس، مش انا مش عارفه ده فرح ده ولا ده ندوه ثقافيه. ما تقلقيش يا هنا، في سبوتات هتنزل على العريس والعروسه اثناء الرقصه الاولى. رقصه؟ انت بتقول لي رقصه كده في وشي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. احنا ما عندناش رقص وكلام فارغ زي ده يا استاذ. لا اله الا الله، احنا نجيب مقرئ يحيي الفرح ونحط شريطه سودا على الكوشه عشان الناس تتبس. وانت تكتمي خالص. انا نفسي اعرف فين السواق الحمار اللي اسمه صلاح. نهاره ايه السود منيل اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ عارف يا ست هانم، نهار منيل ب60 نيله، بس والله الدنيا زحمه والناس موت 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 متعشقين كانهم يوم القيامه. قامت قيامتك ما يلحقوش حتى يوصلوك. اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ ابدا يا ست هانم، كنت بطلع حاجات فوق، قلت يمكن تحتاج حاجه ولا يعني اي حاجه من دول يعني. طيب طيب طيب، شيل الحاجات دي واديها فوق، وشيل دي كمان معاك واديها السويت عندي فوق. ده عايزه مقطوره،
بس والنبي يا ست هانم اوعي تزعلي، فش غلك فيا انا. لا والنبي، ولما هي تفش فيك انا مين يفش فيا؟ صدقوني بعد الفرح هفش فيكم انتوا الاثنين اخر فشاشين. قدامي امشي. شيلوا شيلوا قدامي. مستر معتصم عايزه منك حاجه من فضلك. اتفضلي. بونجور دكتور. هنتكل على الله. أفندم؟ لا لا ولا حاجة كده ولا حاجة. هو في حاجة؟ أبدا، أنا كنت جاي أشوف حضرتك عايز حاجة كده ولا كده. أنا في خدمة حضرتك، قصدي يعني كلنا في خدمة حضرتك. حاجة كده وحاجة كده. هو يعني الدكتور هيكون محتاج ايه يعني؟ او اي عريس بشكل عام ليلة فرحه غير الطمأنينة؟ ضنع الودود ولد، اموت في الثقة في النفس اللي تأمرني بيه. عليك ظالم ولا عدو ولا حاقد ولا حاسد. دكتور عمر. يا دكتور عمر. ايه ده؟ دي مؤامره، دي مؤامره عليا، دي مؤامره عليا. قلت لها يا ست انت مفيش لو سمحتي فضلي من هنا دلوقتي. انتوا مسلطين عليا، ما عندكوش راجل في الاوتيل. انا عايز راجل، عايز راجل. حاله ولاده مستعجله. الطوارئ بسرعه. لا طوارئ ولا جوله، احنا عايزين الدكتور عمر، هو اللي ماشي معاها من الاول. اباي ماشي معاها كيف يا خال؟ مش من يوم ما شالت وانت موديها له بيدك يا غنبور وخلتها اتكشفت على راجل. جبري لم العفش، الكلام لاصول يا خال، اسمها متابعه. انت اللي هتعلمني الاصول يا ابني سريعه. ايش دخل امي بقى دلوقك؟ اتكلم انت دكتور عمر حياه ابوك. مش هينفع حضرتك. مش هينفع كيف؟ هو قال لي اجي هنا في عيوتها وقت وداني الجواب ده. يا فندم مش هينفع، النهارده فرحه بس في اللي بيشتغل مكانه. حلو، خلي مراتك فرجه نجاره مصر يا ذاكر. يا اولاد المحاريف، ده انا اولع لكم في المستشفى دي كلها. تعالي. في ايه يا نبيله؟ يا دكتوره في الصوت ضرب نار وفي بلطجيه حجموا على المستشفى تحت. بلطجيه؟ انطقي، هو فين؟ حريمنا مش فرجه رجال مصر كل شويه. انطقي هو فين؟ اعترف احسنلك. هعترف. ايه ده؟ في ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الحقني يا دكتور غازي. ايه ده؟ مين دول وعايزين ايه؟ فين الدكتور عمر النواوي؟ انا قلت له فرحه النهارده. ما هي قالت لك اهي. وبعدين مفيش دكاتره تاني غيره؟ نزل الزفت ده، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ بقول لك فين الدكتور عمر النواوي؟ انطب. بيتجوز اهو بلا عندك. ايه مالك؟ ايه يا حبيبي؟ مالك قلبت وشك ليه؟ في حاجة؟ بيقولوا الأب يوم فرح ابنه بيبقى مخطوف وشكله كده مش على بعضه. أنا دلوقتي عندي نفس الإحساس يا عمر. وأنا ابنك برضه. غصب عنك يا ابنك وغصب عني. مش تربيت إيدك. الواد خالد ابني جاب القساوة دي كلها منين؟ مسيره يرجع، مسيره يرجع، محدش بيغيب على طول. اللي زي عمره خلاص بقى وراه، واللي فاضل منه ما يكفيش. وحشني قوي. تقولش كده، اديك طول العمر ان شاء الله. وحشنا كل ايه
عم مروق روحك انت وهم قضينا حكايات وسايبيننا انا طالعيني مع التينه فوق. ما انا بنت البطه السوداء في العيله دي. اه بنت البطه البيضاء داخله بستريس ليه كده علينا كده؟ ده يوم فرح يا اخوانا، يوم فرحي وانا بتجوز كل يوم. يا دكتور عمر. ها يا دكتور. ها انت فين؟ ايوه مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو رمضان بدا ولا ايه؟ بعد الايام يا عريس. بعد ان شاء الله ايه بكره الصبح. مين الجماعه صمموا يجوا يباركوا لك؟ جماعه جماعه مين؟ جماعه دول. مبروك يا عريس. حراس جيبه. حراس مين؟ انا مش عايز حريس. هم يا ولد خد على النبي يا حاج. خد على النبي. عمر استني. رجاله مع بعض. يلا يا اختي. يا مدام المنتظم اول ما الناس تيجي على طول اتحط لها. الحق يا مدام. في ايه يا مدهول على عينك؟ الحق العريس يا مدام. اخويا ماله؟ شد حيلك يا دكتور. شد حيلك يا زهير. شد حيلك يا زهيره. وش يا دكتور عايز اشوف الوضع على الاخر. ايه يا دكتور حاول. يا زهير. ايه دكتور اول ما الدم يخش تنزل الوضع على طول. خير يا دكتور عمر. خير. ابوس يدك. احب على يدك. طمني خير ان شاء الله. خير خير باذن الله. اهدى هقول لك. ابنك خلاص الحمد لله نازل بالسلامه والست في الافاقه الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا دكتور السعد والهنا. زغروطه يا مره منك ليه؟ شكرا شكرا يا حاج. شكرا يا حاج. ممكن اروح فرح انا بقى؟ كتاب الله لا نشيلك لحد هناك. لا والله ما في داعي. والله العظيم ما في داعي. شكرا شكرا يا حاج. صل على النبي. خلاص يا ولد خلاص. شكرا. ما صحش برضه تسيبه المدام لوحدها ولا ايه؟ حاجه علينا يا دكتور بس انت عارف ان روحنا كانت في يدك. كلنا روحنا بيد الخالق سبحانه وتعالى. صح سبحانه وتعالى. زغروطه يا مره العريس فيها. بس يا ولد نزل البندق. ولدي معلش يا عريس قدرك ان الناس تحبك. الحمد لله الحمد لله. يا مستنيينك النهارده يا دكتوره ما تاخريش بقى الفرح. اكيد ده اليوم اللي كنا بنستناه. اكيد اليوم اللي كنا بنستناه. ازاي يعني؟ مش مرتاح لها انا خالص الست دي. ده اللي خلينا اقول لها انا بعد الفرح اصلا. الفرح اموت واعرف ستوهم ياخدوه ازاي؟ ازاي؟ ايه مفيش احساس؟ مفيش دم؟ هما مستبطرين عليه اول فرحته؟ ايه المستشفى كلها ما فيهاش دكتور غيره؟ يو يا تينا ما خلاص بقى هو اللي قال ما حدش ليه دعوه. زمانه جاي. زمانه جاي؟ انت عارفه يا بنت انت؟ انا مش هيموتني ولا يفرسني ولا يجيب لي جلطه دلوقتي حالا غير برودك ده. تصدقي ان انا غلطانه؟ اوف ان انا قاعده واسيكي اصلا ومعطله نفسي. اتلككي اتلككي ما انت ما وركيش غير الصباع والكوافير وشعرك وحلاوتك وجمالك والنبي يا اختي ما انت نافعه. نفضي روحك بقى. بتبرطمي بتقولي ايه يا بنت؟ سمعيني كده؟ بتبرطمي بتقولي ايه يا بنت؟ ولا حاجة انت حبيبة قلبي. عاجبة كده؟ بصراحة دي بنت جميلة. ريحي نفسك يا كتابينة يا بنتي وهدي أعصابك. لا القولون يقلب عليكي يضرب في البنكرياس وانت مش ناقصة. بصراحة يا عمي من يوم ما حضرتك شرفتنا يعني ونورتنا. أيوة حبيبتي. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. المصايب عماله ترف على دماغنا بس انا بحب اشرح لك الموقف اللي احنا فيه. ما تنسيش حضرتك ان انا عمك. ما هي دي المصيبه. دي المصيبه انك عمي. ولو ما كنتش عمي ما كنت سبتك تقعد تدبتنا ويبقى ليك دعوه باي حد من اخواتي. لكن اعمل ايه متربيه وعندي اصل ولا يمكن اقفل ابدا الباب بتاع بيتنا في وش اي حد من ريحه المرحوم ابويا للاسف. بنت سودة. بتقول ايه يا عمي؟ بنت جميلة. بص يا عمي علشان انت عمي انا فهمك كويس قوي 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 قوي. انا ما صدقت ان عمر اخويا صلح حاله. ها وبعد عن سكة الشياطين اللي كان ماشي فيها. قسما عظما يا عمي لو شديته تاني للسكة العوجة بتاعتك ولا وسوست له في ودانه ايه رأيك بقى هنسى اصلي وفصلي وابويا وامي واي صلة تربطني بيك. انت عارف كويس قوي
اللي يجي جنب اخواتي اكله بسناني. ايه عمر؟ عمر اخويا حبيبي عامل ايه؟ طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله انا كويس. انا اكل هتجنن عليك. قول لي انا ما كنتش عارفه اعمل ايه من غيرك. ولا حاجه، تروح تلبسي بس هدومك عشان نجهز الفرح يا دوب قرب. فيه ايه؟ هلبس ايه؟ انت اللي تلبس الاول، تعالى قدامي. روح انت يا عمي. يا ساتر، كنت هلبسه الكرافته. غازي، قلت نونس بعض، وبعدين يعني الدنيا ليل ما ينفعش تروحي لوحدك، انت زي القمر كده. اوكي مقبوله منك، اتفضلي. ده البلطو الابيض ده مخبي حاجات كتير. ايه حكايتك معايا اليومين دول؟ مش عارف بصراحه، بس يعني حاسس اني عايز اقول لك كده. سيبني في حالي يا ابن الحلال، انا مش مستحمله اي حاجه. انا ما صدقت الم روحي جوه نفسي واتكن في حته بعيد. انا مش ناقصه. بص يا صفو، عمر اخويا قبل ما يكون صاحبي، وعمره ما خبى عني حاجه، وانا بصراحه يعني شايف اللي بينكم ده كان مجرد. بليز مش عايزه افتح في اي حوارات. خلصت؟ ممكن يعني خلصت فعلا؟ احنا مش هنروح الفرح بقى ولا ايه؟ لا هنروح طبعا. اتفضلي. ما شاء الله، انا مش مصدقه عينيا. مصدقه عينيكي عشان كده عينيكي عايزه تعيط؟ لا يا عمر، دي دموع الفرحه. انت عارف انا حاسه ان انا العروسه النهارده. انت لو بطلت العياط والدموع دي هتبقي احلى من مليون عروسه. يلا يا واد يا بكاش، خلاص بقى العروسه نشفت من الانتظار، يلا روح كمل لبسك. بس حلوه نشفت. حسستيني انك بتتكلمي على طبق باميه بايت. ولما الصلصه تنشف بقى هتبقى الباميه. يا عروسه لا، مين ده؟ ده انا نادر عليا اليوم ده، انا مستنيه طول عمري. تعالى معايا. تعالى بنفسك؟ طبعا بنفسي. امال ايه؟ يا سلام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حلوه البتاعه دي؟ يا خرابي قمر، بسم الله ما شاء الله. انت عارف يا عمر، برغم ان ربنا حرمني من الخلفه، بس طول عمري بعتبرك ابني اللي انا ما خلفتهوش. كل كنت ما اشوفك كده مع واحده من الاشكال اياها كان قلبي بيتقطع عليك. مقضيها انت كنت كل يوم مع واحده، وكل يوم مع واحده. خلاص بقى، قلنا تبنا الى الله. تبنا الى الله. الله اكبر، اللهم صل على النبي. يا حلاوتك يا جميل. ربنا ليه تنشف زي الست اللي نشفت جوه دي؟ خساره خساره في اهل العروسه يا اخويا، كده مناخيرهم فوق كده في السماء، وطعم كده كلامهم سايح كده ونايح زي طعم السمنه بتاعت الاوتيل اللي هنا ده، رخمين قوي. لحقتي تقلبي؟ ده انت اللي مختاراها. ما هو ده اللي مسكتني كده. انت ساكته؟ اه ساكته. العريس العمر ده يا خلاص يا ناس. عريس عريس مين ده؟ يا ابني اختك المصونه. ايه؟ عريس عريس بت. ايه؟ انا مش قلت لك بلاش الكلام ده يا بت قبل كده؟ في ايه يا دينا؟ احنا فرح يعني، ما تفكيها شويه. وبعدين تعالي شوفي عروسه اخوك يعني لابسه ايه. عروسه اخوها لابسه ايه؟ لابسه ايه عروسه اخوها؟ كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. قمر يا اخواتي، يا قمر قمر مانيكان، ايه الجمال ده كله؟ حلوه زي ماما، بس حاساه قافل الصدر زياده شويه. لا لا تحفه، ده ديزاينر ما عملش منه الا نسخه واحده وخلاها باسمك. كان نفسي يكون مني فوق الركبه. لا 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 بقى، ده يبقى سكسي قوي قوي قوي، والعريس ايه يجي له هوس. الله 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 الله. هو حد قال لك يا هانم ان الزفه على البلاج؟ مالك يا بيبي، في ايه؟ بيبي دي بتقولي بيبي؟ استغفر
استغفر الله العظيم. بتقولي بيبي ردي يا حاجه، بتقولي بيبي. استغفر الله العظيم. اسمعي يا حبيبتي، الجوازه دي تمت لما عديتي على الجهاز، عديتي مره واثنين وثلاثه يا حبيبتي، ومفيش اي حاجه بصراحه صفرت يعني، انما دلوقتي تطلعي مخبيه استغفر الله العظيم كل الحاجات دي يعني. لا لا لا، جهاز ايه ومخبيه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وبعدين ايه السبحه دي كلها؟ سيبك من السبحه، ده رايحين نتكلم في السبحه. ردي على الحاجه يا حبيبتي. الجهاز ده جهاز الاختبارات. ايوه كده، انت فاكره ان كل حاجه بالسهل يعني؟ بصي سكي حاجه بعد اذنك. هات شوفي بقى. بصراحه يا بنت الناس، انا متجوزك بعد استخاره. ايه الكلام اللو ده اللي انت بتقوله يا عريس؟ لو ايوه لو. لو ايه وهاي ايه؟ خليكي انت وانت سايدي حاجه، وانت بالنسبه لك لو كانت مين الفستان ده تلبسيه لما تكوني متجوزه عيل من بتوع الساحل، عيال الفورمه اللي بتسقط بنطلونها ويدق تاتو. انما انا نو نو. جرى ايه يا بيبي؟ من امتى وانت كده؟ من الليله وكل ليله يعني، عرض مستمر. وانت جاي تتوب على حظي انا؟ ما انت كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. عمر لا ولا ايه يا حبيبتي؟ ومصحف لا نو 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 والله ابدا. لا كان كويس، كان كويس. انا سامع عنه كلام حلو كتير. سامع. لما تبنا الى الله يا ماما، تبنا الى الله. استغفر الله العظيم يا رب. اسمعي يا بنتي، اسمعي يا بنتي، نبقى نستر نفسنا كده بدل ما يبقى في كرسي في الكلوب النهارده. ها قلتي ايه؟ مش تفتح انت، ما بتشوفش؟ انا اسف انا اظبطها لك. انا
ايه ده، انا اللي اسفه دكتور عوني، انت مش فاكرني؟ معقول انت سما اخت الدكتور عمر؟ ايه خرب عقلك يا سما، انت كنت مخبيه كل ده فين؟ في لبس المدرسه طبعا، امال فين؟ لا بس انت حلويتي قوي وانت ما بتكبرش زي ما انت، يعني اعتبر ان ده غزل ولا ايه؟ اعتبره زي ما تعتبره، هو الكلام بفلوس. يلا باي باي. البنت بقت خطر خطر قوي. دكتور عوني، دكتور عوني. ايه يا دكتور؟ ساتر يا رب. انا متصل بصحتك من بدري. يا عم ما تستنى، استنى ايه؟ تعالى اتفضل اتفضل. اهلا اهلينا وحبايبنا، اهلا وسهلا. والله احنا جينا مع الزومين مش تلاقيح. العريس ذات نفسه هو اللي اكد علينا ان احنا نيجي، وانا كمان باكد عليكم ان انتوا تيجوا. يا خبر ابيض، اللهم صل على النبي يا رز، ايه الحلاوه دي؟ كل مدى بتحلو عن اليوم اللي قبله. عشتي يا قبله، اياك السامعين يحسوا. عشان ابليس في الجنه. خشي خشي. زغرتي زغرتي يا رز، زغرتي زغرتي كده. هنا يا مستر معتصم علشان مش هيحصل كويس. مين اللي جاب الرقصه في البرنامج بتاعنا؟ يا هانم يا هانم، انا ماليش اي ذنب، انتوا اخترتوا البروجرام واحنا متفقين على فقرات فقط لا غير. هي هتطلع دلوقتي وبعدين التورته وتلبيس الدبل والبوفيه اخر حاجه. انت بتجنني وتقول لي هي هتطلع دلوقتي؟ مين اللي جابها علشان تطلع دلوقتي؟ حافظ بيننا وقوي عم العريس. محضر لك حتة مفاجأة تستاهل بقك. بالنبي ايه؟ بص يا نهار ازرق، انت ايه اللي حكيت لي الشمس هنا؟ جريمة جريمة جريمة. يعني قصة كل مرسى
وحكايه مع كل الدايه. الاب عاد ابوك اللي مشربك ودول احلى واني من معلم ورجال سمك. وسمعني انت عشان ايه المناظر دي؟ انت تعرفهم؟ اه طبعا، ده المعلم سيد ورور والمعلم مرجان سمك. وانت تعرف الاشكال دي منين؟ اشكال ايه؟ دول اهل حته القدام وجايين يوجبوا معايا. وايه النتايه دي اللي هو بيقولها؟ وانت الاشاره عندك ما لقطتش الا دي. سترك يا كريم. العب يا ورور. عرسنا بالظبط انت رايان الله يخليك. سلي سلي سلي. احلى واجب لاحلى عبيد. فين الدخول يا ابني؟ يلا يلا بيتك بيتك بيتك. انت بيت الدخول كلمتي. اتفضل يا بنتي. اتفضل يا عمي. رقاصة يا عمي. رقاصة تجيب رقاصة للواد نفسه يتوب وربنا يقبل توبته. انت ايه واخد توكيل ابليس في الدنيا؟ في ايه؟ في ايه الحق على اللي جايب رقاصة تفرفشني؟ قصدي تفرفشكم. ده انا كنت هلقطها. ترقط مين؟ ترقط مين؟ حرام عليك يا اخي. تفرفش ده؟ قصدك تعكنن علينا. حرام عليك الفلوس اللي ضيعتها شقة عمرك على المسخرة وقلة الأدب. انت عايز تعمل فينا ايه؟ تخلينا احنا كمان نهج زي ما ابنك هج وسابك هنا لوحدك عايش في وسطينا؟ يا كبرنا يا قدوه ما تنطق يا عم. حرام عليك حرام عليك بقى. اسيب الواد في حال. سكرة. لا وايه حنين ورقيق وبصراحة ربنا بقى أدب وأخلاق مفيش بعد كده. ده ليه مغامرات تشايب؟ أنا عارفة إزاي الرجالة بيأمنوا على ستاتهم. لا أنا ليا معايا 4 سنين ما رفعش عينه فيا. نفوخي يا وحشي يابا يا عظم اللي مفشفش ومكسر يا عيلة واطية وعاملين اللي فيها ولاد ناس. خلاص اتخرسي دي كانت جوازة سودة. خلاص بقى انا دماغي صدعت من دي وجعتني والتلج كمان خلص. قومي يا بت قومي يا بت انا عظم مفشفش. حرام عليكي حرام عليكي. انت مش كفاية ما تصورتش بالفستان. ما تصورتش ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ صبرني يا رب. هو كان في مشاكل قبل كده مع اهل العروسه؟ علاواطيه وبنت على حقيقتها. طب كان زمان عزمنا لولا القبطان ظهر لنا بعينيه
كنا قلبناها ضلمة. بس احنا امنناكوا لحد ما طلعتوا نضاف. يا اخويا من ناحية امنتونا اهو واضح امنتونا على الاخر. احنا بقى هنا النهاردة انا مش قادرة اروح خالص. نبهت ايه؟ لا انا اتشقمت من ام الاوتيل ده وبعدين كمان البنت هنادي لوحدها في البيت. يلا نقوم نروح. يوه قلتلك هنروح يعني هنروح. بس اما نطمن العمر الاول ونشوفه راح فين ده كمان. يعني هيكون راح فين تلاقيه روح نام اصلا. تحب ندور عليه لحد ما نلاقيه؟ ما تسيبوه مش يمكن راح يفك عن روحه شويه بعد اللي حصل. بس يا أبلة اخوكي ده طلع ذكر لبى البنت حته كف تولها. ازيك يا معلم؟ مراتي يا نيس. كلنا ناقصين حاجات كتيره وقعت مننا في السكه واحنا مش دريانين. اغبيه. حلو قوي الجو اللي انت فيه ده. استمر انت بقى وانا اروح انام. هيجيلك نوم. جربتها قبلك وما نفعتش. مش فاهم ايه اللي مفكرك بيا دي. ليه ما حدش عايز يصدق ان انا تبت؟ والله العظيم تبت. ادي الموبايل. طب شد لك كاميرات. لا والنبي انا مش عايز ارجع للسكه دي تاني. انا ما صدقت خلصت منها. الروايح الحلوه اللي حبيبي شانيل نمبر 5. هو حلو وسخن بس ريحته غبيه. عشان كده هتلاقي دايما صاحبته عصبيه وخلقها ضيق. انت ايه حمار ما بتفهمش؟ قلت لك صودا بيشتغل. ايه ده؟ هو انت بتعرفه من ريحتهم؟ من كتر اللي شمته في العياده. عشان الخبره دي تستاهل الكاس بتاعي. النبي كفايه المصايب اللي حصلت لي النهارده. يا حبيب ده ابتلاء. ابتلاء؟ اختبار للتوبه. اختبار للتوبه؟ النبي ارحمني. انا بجد ما بقتش قادر على المصايب اللي بتجيبي ده. مصايب كتير. ايه ده؟ هو ده الحل. يمسح لك كل اللي فات بأستيكة ويصفر لك العداد وتبدأ من جديد. يخرب بيوتكم. العيال شايلين دولاب مخدرات في جيبي ويوم فرحي. لا بجد يخرب بيوتكم. ايه عارفه الجنان ده؟ لو ما كنتش عملت كده كنت هتشل. كل ده ليه؟ ما تكبري مخك بقى. قفل موبايله خالص. ما هو لازم يقفله من كتر زنه. بقالك 3 ساعات نازله زن زن. خفت عمي يا اختي. ايه يعني هتشل لو رد عليا؟ يا بنتي عريس. عريس افهمي بقى. ما هو عشان عريس انا لازم انكد عليه. هو والعبيطه اللي راح تتجوزي. هو انت في ايه بينك وبينه طار؟ وبعدين انت مش قلتي لي انك شلتي الموضوع ده من دماغك؟ عشان هو زي اي واحد ب 100 وش و100 كرون. يحب دي شويه ويمثل على دي شويه وفي الاخر رايح يتجوز سكتي. عسى فكك بقى من الحوار ده وقومي نرقص شويه قبل ما نروح. ماشي يا عمر. هتروح مني فين؟ دي فرحة دي بقى ولا شماتة؟ أعوذ بالله. لا كده ولا كده. وما تخليش مخك يروح لبعيد قوي. كل الحكاية بس المنظر كان تحفة. عندك حق بصراحة. منظر كان غريب فعلا محدش ممكن يتوقعه. هو عمر النواوي كده. صعب إنك تتوقع أي حاجة تخصه أو حتى تجيب آخره. عامل زي المية ملوش ملكة. ما كده مخه هيروح لبعيد. على العموم كل واحد بياخد نصيبه. ميرسي يا غازي. صفو. نعم. نسيت اقول لك ان ضحكتك تجنن. هنبداها اغاني بقى ولا ايه يا دكتور؟ صفو احنا محتاجين نقرب من بعض اكتر. لان ساعتها هتعرفي الفرق بين كلام الاغاني وكلامي. تصبح على خير. Thank you.
بنت يا بنت. انت ليه بتاكل رز بلبن مع الملايكه اصلا؟ انتوا ايه اللي جابكم يا ست؟ انتوا مش قلتوا هتباتوا هناك؟ الدكتور وصل ولا لسه؟ دكتور ايه يا اختي؟ هو بعد اللي حصل في المدعوق اللي اسمه الفرح ده ليه نفسي يروح ولا يجي؟ يا بنت ردي بكلمه واحده، يا يا لا. قوم يا فيل. خلاص لا ناقصاكي. الدكتور جه ولا لا؟ جه فين؟ يا خراشي هتشليني هطلع انام. انت يا بنت انت مش تستنى لما اطمن على اخوك يا بارده؟ انا بارده اصلا؟ تلاقي اخوكي مش جوزها باظت، هتلاقي اخوكي دلوقتي مقضيها ورجع لاصله. هو مين اللي مقضيها؟ او مين وانا اقول لك؟ يا اختي تعالي عشان مش قادر. احكي لي بقى قضاها ازاي. هقول لك. تعالي يا خلاص يا بنت. انت يعني انت قافش علشان هي سمعتك كلمتين يعني عشان ابنك يعني مطفش وهج يعني؟ ما هو برضو عنده حق. انت اصلا اب عاق. انت ضيعت فلوسك على الهكس. هكس هلس هبس هكس. يا ريت الهبس. الحكايه على الفلوس وبس. الولاعه دي غريبه قوي. ليه؟ بتولع بتولع من غير ما تلمس السيجار. بص ده نوع جديد ده ولا ايه؟ دي غريبه جدا. بص ها انت اللي بتهلك انها بعيده. ده سكر ده ولا ايه؟ احنا ايه ده؟ سكري احنا سكرنا حاجة. انت شربت حاجة؟ يا عم دبرني انت، قول لي ازاي ابطل ستات؟ ما هو انا لازم لازم ابطل ستات عشان التوبة تتقبل. اللي يبطل السجاير يبطل ستات. انت لما تشوف اي واحدة ست ايوه غمض عليك. وانا هبقى شفتها اغمض عينيا ازاي؟ تتعمد ما تبصش ناحيتها، بص يمتها. يا عم اشوف واحده ست قدامي أه. اروح بقى بصص الناحيه التانيه كده. شفتها شفتها برضه. هي اللي جات لك غلط يعني، المفروض تيجي من هنا انت توش الناحية التانية. انت شبه عم حافظ بتملي. خرب عقلك. انا ايه ده؟ مين عم حافظ؟ انا في بتاع بقى محارمي هنا قوي من الصبح بتاع دي. الله ايه ده؟ مش عارف بس ريحتها حلوة قوي. دي بتاعت ايه؟ تيجي نجربها؟ حلو. ايه؟ الله يا ولدي دي حلوة حلاوة. ودماغ ايه؟ دارت كده. هو ايه ده؟ ناخد ولا بلاش بتاع؟ عظمة كبيرة بقى يا عم. كبيرة؟ والله ده الدهن في العشاء يا ابني. ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ نمل كتير قوي. ما تنضفوش النملة دي. نملة؟ تديني حتة. أخاف عليك والله. أهم هات حتة خلاص. هات حتة. غمض عينيك واديني حتة. طب خد دي. فين؟ ممررة؟ مزة مزة كده. ايه ده؟ ايه ده انت وشك عليه نمل كتير قوي. النمل اللي عندك جالي يا اخي. تاخد حتة تانية؟ لا معايا. خد خد حتة تانية. ودي بس بقى ليها نمل كتير قوي برضه.
اما اديله اما نديله حسن غالي برا حسن غالي برا مولا امكي هذا السرير وانا هروح ابلغ بتوع النمل يجوا ياخدوا النمل تكلم الله تفضل يا دكتور تفضل. اتفضل يا دكتور من هنا يا دكتور اتفضل. انت تاني اللي اسمه ده العربيه وصلت ده العربيه وصلت الف الف فضل. الحمد لله على السلامه. حلو كويس كويس تمام الحمد لله على سلامتها. الناس الغريبه واحد ما يعرفش يركب عربيته. حاسب يا دكتور انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ طالع بعربيتي. عربيتك؟ عربيتك ايه؟ دي عربية الشنط يا دكتور. لبس لبس النور بتاع ايه؟ عربية الشنط عربيتك ايه؟ لبس اتفضل المفتاح بتاع العربية. امال دي دارت ازاي؟ دورت انا اجيب ايه؟ يا دكتور استنى عندك يا دكتور في ايه؟ استنى في ايه؟ ايه يا دكتور حساب الباركينج يا دكتور رمضان مع السلامة يا دكتور. مع السلامة. في حفظ الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. اتفضل يا سيد. ينيلكوا انت اديتوا الراجل مين الهباب ده؟ ما ده القضبان يا رزة. ولازم نواجب معاه في ليلته. الله يخرب بيت البلبعه وسكنها. الزرعه دي خطر وبتلحس الدماغ. يا
عليك يا قبطان، ده زمانك مسقط دلوقتي. إلهي سقطتك من فوق برج الجزيرة يا ولية يا ولية. انت كده طيار الدماغ المتكلفة بالغالي. ما هو ده تمامك يا سامك، ده انت مش محصل السردين كده. بقى دخلنا في الخلاف الاجتماعي. صدق السيد، هي عندها حق، احنا لازم نطمن على القبطان. صح تمام، الراجل ده خير ومغرقنا من ساسنا لراسنا. احنا احسن حاجه نعملها له نجهز له فرش اصلي ونبعته له على البيت. يا خرابي يا لهوي. سيد سيد يا ورمل، بقولك ايه، الحق انا مروح. ها احسن رز هتبهدلش. الاحسن بيشبشب لك قوي. تسمع لك خير. انت من هلا سمك. سلام اخويا. سلام. لا رزه انا فيه. رزه مين يا عم انت؟ انت ايه اللي جابك بيتي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده بيتي. لا ده بيتي انا. مرجان يا سما تعالى انا عايزاه. رزه يبقى ده بيتي وهدور على بيتكم. يلا وهدور على بيتكم. روح هتسيب. تطلع جوه ايدي، كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي، انا كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي. تطلع جوه ايدي. برفان فيجو غندي العيال دي عملت ريحه. مساء الخير. يوم لما ترجع. سنور يا ريالك. لافيني سجاره. ايه؟ شكله مش من هنا. لا لا مش من هنا. امال من ايه؟ ها؟ من ايه؟ من جوه. انا يالك. شكلك كده عايزنا نتعرف قبل. ماشي. حتى في ناس بتتاخد كده هم اللي متعرفهمش. انا بتاخد. بتتاخد؟ خديني. تمام. اعرفك بنفس. فريزة فكة. فين دي؟ ايه؟ بتدور على ايه؟ مش لاقي انا بريزة فكة. شوف يمكن جوه. يا واد انا بريزة فكة، ده اسمي. فكة. اما العنوان بقى. تانك المركزي. لا. في اي حتة مقطوعة ما فيهاش صريخ من يومين. حاكم انا بكره الزحمه وبموت في الرحرحه. بموت في ايه؟ الرحرحه. الرحرحه. انا كل ما ادوس برجلي بيطلع جوه ايدي. يا نيال انت شكلك مفيم وشدد ستاير. هي الدماغ ايه بالظبط؟ شكلها كده كبير.
ما هو ما ينيلش البني ادم كده الا كيمياء. اشرب لخص قولي فرشه ولا غطا؟ فرشه ولا غطا؟ اه سادة الليل والله التوبه في الساونه مكروهه. سمعتي مكروه ولا ايه؟ يا اخويا خلصني. لو فرش هيبقى عندك مكنه وتدارينا من كلاب السكك الشمامه. اما بقى لو غطا هنقضيها في الخانة والغطا هو اللي هيستر. قولي بقى فرش ولا غطا؟ كل ما ادوس برجلي يطلع جوه ايدي. هو ايه ده؟ فرش ولا غطا؟ ايه بقى الاصوات اللي انا سامعها دي؟ سلامة السمع يا اخويا، دي كلاب. كلاب صح، انا قلت شبه الكلاب برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ مالك يا اخويا بتبحلق فيا كده ليه؟ سلامة الشوف. العربية قلبت بالنفر ولا ايه؟ كان في عملة قاعدة جنبي هنا اسمها باريزة فكة. وانا اقتحت توأم ريال. وانا وقت بصرافة ولا ايه؟ ينيالك ينيالك، أموت في البلدي قلب البلد. السلام عليكم. بقول لك يا فت، احنا هنعمل ايه هنا؟ هنسيب العربية دي هنا لو لازمك، انما لو خشيت بيها جوه ما انتش خارج لا انت ولا العربية. امسك. امسك ايه؟ امسك الجزمة ورايا. تعالى ورايا. ده البحر. يخرب بيتك وطي صوتك. ده البحر. حبيبتي دماغ ايه اللي انت عاملها دي بقى؟ ساكنة هنا. انا حاسس اني سمكة. تعالى مش من بقى. شايف سمك. الله مية. يا بنتي ساكنة في السلم وتعبانة. يا اخويا بقى لك ما تخرس. يخرب بيتك يخرب بيتك بالراحة. ربنا يقويكي يا باريزة ويكفيكي شر العين يا حبيب. كله على الله يا اختي، ويا ريت بلاش تسيح. ها خدي بالك من الجزمة. تسيح ده ايه؟ ربنا يا اختي ما يجعلنا من قطعين الارزاق. السلام. تعال يا بنت طلعنا وبعدين نزلنا. ايه دبابة نازلة بالراحة. النهار اسود على البيت اللي هيقع. خش برجلك اليمين. باريزة. ها باريزة. ها واحنا نزلنا نزول ولا طلعنا طلوع؟ وانت يا اخويا يهمك ايه وانت متنيل قوي كده؟ خطي يا اخويا خطي. يخرب بيتك جيبك مليان. ايه القرف ده؟ وانا فين؟ انت في الفيلا الخصوصي بتاعت باريزة. بدرون المزاج والفرفاشة. هم اربع حيطان مشققين بصحيح. انما كل شق منهم سرق من الدنيا كم حتة دلع على كم ضحكة. وكله باسمي باريزة. اللي معاها هتفك كربك وتحل عقدك. بس انت يا اخويا فك كيس كده وديني امارة. انت يا بنت كنت ضفادها مشاريع بر ما هي. انت معايا هتشوف اللي عمرك ما شفته. هشوف قوي. هشوف ايه؟ هشوف خوف. سمكة في البحر. سمكة سمكة بتزقي. سمكة سمكة واو باليوائل صياد بالشبكة. يا لهوي شي 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 في شارع من